صباح الخير من الشيف شعري ومن جريدة النهر. صباح الحب، صباح الغرام، صباح المحبة، وإن شاء الله كل أيامنا 14 شباط وعيد ديسمبر مطر. اليوم في وصفة بتطوش بتعقد، يمكن الواحد هلا بده يقول من وين جايبها الشيف شادي، بس هي موجودة، هي الريزوتو على فراغولة. كيف بدنا نعملها؟ شو رح نعمل أنا هلا؟ من زيت الزيتون والبصل رح حط علينا الرز الإيطالي، كل كباية بدها على القليلة 4 أكواب من المرقة. ممنوع منعا باتا نغسل اي نوع من الرز، وخاصة الرز يلي بيستعمل للريزوتو. اهم شغلة انه لما بدنا نضيف المرقة، اكيد هون رح نستعمل مرقة خضرة على الريزوتو مع الستروبري مع الفراولة، لازم تكون المرقة عم تغلي. شو لمسة اليوم؟ الشيف شادي شو راح يحط بالريزوتو اليوم؟ بيني وبينكم، نتفة صغيرة من خل البلساميك بتخلي الريزوتو يكون روعة روعة روعة. بعد حوالي 18 دقيقة ما بلشنا نعمل الريزوتو صار نوعا ما مستوي، لأنه بده بين 20 و 22 دقيقة هيدا النوع من الريزوتو أو رز الأرض. في علومية مشان كيف منعمل الريزوتو أو منخلي الريزوتو يعشق بعضه. هالعلومية هي منمسك الطنجرة بهالطريقة ومنبلش بإيدنا لقدام ولورا، طبعا صار الريزوتو جاهز، ولازم يكون الدنتي يقرش شوي صغيرة، وطعمته أنا بورقة الريحان أو الحبق الخضرة بالطازة. على عيد العشاء لازم يكونوا صحنين، وصحنين لازم يكونوا لون أبيض مثل حياتكم، ولازم أكيد الأحمر يكون موجود تضلوا تحبوا بعض. ينعاد عليكم وكل سنة وأنتم بألف خير، أكيد من الشيف شادي ومن جريدة النهر. باي. Porque te quiero. Te quiero.